طيب بصوا يا جماعه، دايما كده يعني كل واحد فينا بيكون عنده حلم نفسه يحققه على ارض الواقع، وكل واحد بيحط حلم بالنسبه لمشروع، بس في بعض الاحلام كده انت بتقول ايه، هي ازاي ممكن تحصل، هي ازاي ممكن تيجي، وبالاخص كمان لما تكون جايه من بنات وطبعا والجنس الناعم، يعني ان هم يفكروا ممكن في الطريق ده. اي حد ممكن يقول لك انا كبنت بفكر ان اكون كابتن طيار، طبعا انت بتقول لا، يعني انت اكيد بتهزري. ده اللي حصل فعلا النهارده مع ضيفتنا نورين وائل، وهي اصغر كابتن طيار قررت ان هي تحقق بقى يعني حلمها وحلم والدها وحلم كمان جدها اللي هو برضو كان متجه اتجاه القوات الجويه والطيران، هو يمكن اللي حببها كمان في القصه دي بشكل كبير، وقررت بقى من هنا ان هي ازاي ممكن تدور على مكان تدرس من خلاله الطيران، وكمان مش بس كده، دي كمان تكون متفوقه وتخلص الساعات المعتمده بتاعتها واللي المفروض تحققها يعني في وقت محدد. لا هي ضغطتها وخليتها كمان في وقت اقل، وما شاء الله بقت اصغر كابتن طيار وهي عندها 18 سنه. يا جماعه انا بتكلم بجد، اصغر كابتن طيار النهارده معانا نورين. ازيك يا نورين؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه الشياكه دي؟ الله يخليك. والله حاجه حلوه يعني، واحد كده لما بيشوف يعني اللبس ده، وطبعا يعني بنوته كمان، الواحد بيتبسط جدا، وبنات مصر يعني يا سيدي. الله يخليك. طيب نورين قولي لي كده، يعني القصه معاكي بدات ازاي، وحبك للطيران بدا من امتى؟ بص، انا كنت بكره حاجه اسمها طيارات. تمام. اوكي. لغايه ما جينا سافرنا السعوديه في اولى اعدادي. تمام. كنت رايحه اعمل عمره، وبابايا بقى يعني فاهم اصر ان انا لازم اقعد جنب الشباك بقى، فطبعا بقى هو كلنا جنب الشباك، السوبر جيت او الطياره. انا مفيش انا الشباك بالنسبه لي مفيش. بس لا. بعد كده بقى طبعا بقى يعني مع التيك اوف بتاع الطياره غرمت بقى بالموضوع كله، فقلت لهم اللي هو انا عايز ابقى طيار. لقيتي شغفك في الطيران؟ بالظبط. في الرحله نفسها؟ بالظبط يعني. طب زي الحب من اول نظره كده. ده اللي حصل بقى معاكي، يعني اول شعاع على طول مع الطياره. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. ده كان عندك كام سنه وقتها؟ اولى اعدادي تقريبا، بنتكلم ايه؟ اولى اعدادي صغيره يعني، صغنونه. بس ودلوقتي صغنونه برضه. دلوقتي صغنونه برضه. يعني مش يعني ماشي. طيب بعد كده بقى الامور مشيت معاكي ازاي؟ بابا بقى، ماما، جدك في البيت، الموضوع مشي ازاي؟ يعني وجهوكي ازاي؟ هو قبل يعني انا ما كانش حد خالص بيكلمني في مجال الطيران او ان انا اخش مجال الطيران او حاجه زي كده، بس بعد لما زي ما قلت لحضرتك، بعد ما قلت لبابايا كده، بدانا بقى نجيب كتب وبدات اقرا شويه حاجات كده بسيطه، ابقى يبقى عندي زي خلفيه كده بسيطه عن المجال. وبعد كده بقى واحده واحده بقى طبعا بدات ادور على حد في المجال ده كمان، وخصوصا كنت بدور على مرأة تقدر ان هي تشجعني على حاجه زي كده. فطبعا لقيت كابتن حسناء تايمر. طبعا. فطبعا بقى هي اللي خلتني اخش بصدري بقى، اللي هو لهم انا عايزه ابقى طيار بقى، اللي هو يعني ما حدش يقدر يوقفني. بس فطبعا ماما كانت قلقانه، القلق الطبيعي بتاع اي ام، فكره السفر، فكره الجواز كده. بس يعني لما شافت الانترفيو بتاع كابتن حسناء وان هي متجوزه عادي وعندها اولاد عادي وبتشتغل عادي، فخلاص بقى الموضوع بالنسبه لها الحياه عاديه يعني. هي ناجحه في شغلها وفي حياتها الاسريه ما شاء الله طبعا. وكمان بوجه لها التحيه، يعني هي كانت قبل كده مرونه هنا في البرنامج، وفعلا من السيدات الناجحات جدا. صحيح. يعني في مجال الطيران ما شاء الله يعني. ودي مثلك الاعلى، دي مثل اللي حبيتك اكتر في الطيران. اخدت الخطوه ازاي بقى؟ ايه اول خطوه اخدتيها انك لازم تدرس طيران؟ هي فكره، انا اتخرجت من مدرسه عادي جدا في شهر 6 2018، ورحت بقى اقدم في الاكاديميه. كان من التقديمات كان بيبقى الورق العادي بتاع اي اكاديميه عادي. كويس. وكان بيبقى فيه زياده عليها كشف طبي. تمام. فالكشف الطبي ده لو ده الكشف الطبي ده لو يعني ما فيهوش واسطه بقى، ده نجحت دخلت، ما نجحتش خلاص يعني فاهم. بس فانا انا سقطت قبل كده في رسم المخ. ما كانش موجود ساعتها، مش عارف كانش موجود ايه. لا اكيد وقتها هم ليهم نظره مختلفه، يمكن بيشوفوا حاجات احنا مش عارفينها طبعا كتخصص يعني. ولما بتوصلي ممكن لمرحله مثلا سنيه معينه ممكن بتكتمل، او ممكن يعني ممكن ده وجهه نظرهم يعني. ممكن هو فعلا. بس جيت تاني بقى بعد كده الحمد لله نجحت بس، وقدمت. كان اول يوم ليا بقى في الدراسه في الاكاديميه كان شهر 9 كان شهر 9 2018. هنا انت سايقه طياره ولا بتعملي ايه؟ ده سيميليتر انا بشتغل فيه مؤقتا، اسمه ايسم ايجيبت. هو فكرته ان هو المدنيين بيدي التجربه بتاعت فكره ان حضرتك تبقى طيار، يعني حضرتك بتبقى بس هنا معلش برضه عشان اوضح للناس يا جماعه، هي هنا الصوره سريعه يعني. هي الطياره مش بتميل قوي كده، ولا يعني كحاجه حقيقيه المفروض يعني، او كنموذج واقعي بيتم يعني تدريب عليه، هي مش ماشيه كده يمين وشمال وبتمرجح كده، لا هي الموضوع ده عشان الصوره سريعه.
مظبوط؟ بالظبط. تمام، اتفضلي. بس هو بقى حضرتك تجي لي كده اديك التجربه بتاعت فكره ان حضرتك تبقى طيار، اخليك يعني حضرتك اللي بتبقى طاير اللي بمسك حضرتك الكنترول كله. فكرتي بس انا بقول لك مثلا ارفع عجل، نزل مش عارف ايه، بس كل حاجه جوه الكابينه هي هي داخل الطياره؟ بالظبط. واحد بزبط. يعني دي الايرباص 320 ده اللي بيبقى موجود جوه الطياره بالظبط، بالزراير بكل حاجة. كل حاجه. سواقه الطياره صعبه؟ لا، هي فكره بس ان التدريب يعني مع الوقت خلاص هتتعود انه خلاص الموضوع بالنسبه لك بيبقى سهل جدا يعني. كبنت انت بقى كبنت يعني دايما البنات يعني طبعا بيحققوا كل حاجه ونجاحات جدا في معظم المجالات، لكن دايما يعني بنت شويه ممكن تبقى ضعيفه شويه، تخاف شويه من حاجه، ما خفتيش في لحظه؟ بص انا حصل معايا موقفين بس يعني الموقف الثاني يمكن اقوى شويه. الموقف الثاني كان جات لي الفرصه ان انا ابقى اول طالب في الاكاديميه يطير على طياره اسمها سنتيرين. دي طياره عدادات فقط يعني. تمام. فاللي هو عامل زي عداد الساعه كده بالظبط، فاللي هو انت لازم تبقى مركز قوي ان انت طالع مظبوط وكل حاجه مظبوطه. فطبعا ما كانش ينفع ارفض حاجه زي كده، فعملت تيك اوف بالطياره. بعد حوالي تقريبا نص ساعه لقيت الطياره ابتدت تتقل. بس فطبعا بقى بعمل تشيك اب عادي، لقيت التانك بتاع احنا عندنا تانك يمين وتانك شمال. تمام. فالتانك اليمين ابتدى يفضى والتانك الشمال ثابت زي ما هو. فببص على ببص بتاكد ان كل حاجه مظبوطه، وعندنا في حاجه اسمها فيول بامب، ده اللي هو المفروض بعمله بوث عشان يسحب شويه من اليمين وشويه من الشمال. فلقيته بوث زي ما هو، فكده مفيش مشكله في الطياره. فطبعا بقى الطياره تقلت، فاول حاجه جت في دماغي ان انا لازم ارجع المطار بقى. الحمد لله رجعنا بالسلامه يعني، واديني موجوده معاكم النهارده. الحمد لله طبعا. لا انا على فكره مبسوط جدا بالفقره دي يعني. مبسوط بنجاحك وان انت عندك حلم نفسك تحققيه يعني، والحمد لله حققتيه على ارض الواقع. بتاخد كام ساعه منك الدراسه المفروض؟ لما انا كنت الاكاديميه عندها كورسين، في اللي هو ال 190 ساعه وفي ال 250 ساعه، بس ال 250 ساعه دي انت مش ملتزم ان انت تحضر الدراسه وان انت وتمتحن في مواعيد معينه او كده. تمام. انا كنت ال 190 ساعه اللي هي المضغوطه شويه. مش مضغوطه هي فكرتها ان انا لازم احضر الدراسه النظري ولازم التزم بالامتحانات في اوقات معينه وكل الكلام ده. تمام. فهي عشان كده هي كانت 190 ساعه. الفكره اللي خلتني اخلص بسرعه كان انا حظي ان هو كان تور سينا فتحت. هي كانت قافله وبعدين فتحت على حظي. تمام. فانا كنت زي المشردون في الارض، اسبوع في تور سينا واسبوع في القاهره. هنا وهنا. بالظبط. اللي هو انزل القاهره امتحن امتحانين ثلاثه ارجع تاني تور سينا اكمل طيراني هناك. تمام. هي تور سينا بعيده عن شرم الشيخ بحوالي نص ساعه، فالجو هناك كان كويس جدا يعني. فكنت بقى عشان الجو كده فكنا بنطير كتير جدا. فعشان كده ده اللي خلاني اخلص في 9 شهور بدل 12 او 14. انت خلصتي وانت عندك ايه؟ 18 سنه. 18 سنه. انا عيد ميلادي اخر السنه، فعشان كده يعني الحمد لله صدفه حلوه. طب انت بالنسبه لك حاسه بايه لما انت تكوني مخلصه طيران واصغر كابتن طيار؟ يعني ايه شعورك؟ المفروض الناس بتبدا لسه مرحله الجامعه يعني، فاهمه؟ انت ما شاء الله دلوقتي خلاص هتشتغلي. يا رب. يا رب ان شاء الله. بص انا كنت مبسوطه جدا، اولا انا فخوره جدا ان انا اتخرجت يوم 27/6 اللي هو كان ذكرى وفاه جدي. اللي هو كان ضابط طيار، فانا حسيت ان هو فاهم بايلوت دايد ان بايلوت واز بورن، فكان الموضوع جميل. بس مع العلم ان انا ما كنتش عارفه ان هو النهارده ذكرى وفاه جدي، لان جدي توفى قبل ما انا اخش الاكاديميه ب 10 سنين. يعني كان ذكرى وفاته العاشره. تمام. ف صدفه بابايا يعني. بابايا بالصدفه لقيته بيقول لي على فكره النهارده ذكرى وفاه جدك، فانبسطت جدا من الموضوع ده. بتكملي مشوار. بالظبط بالظبط. الحمد لله. بص هو الموضوع غريب شويه يعني، عارف اصحابك بقى بيبقوا هم في جامعه وانا عندي امتحانات وانا عندي من تسليمات ومش عارف ايه، وانا قاعده يا جماعه ماشي بدور على اعلان وظايف بقى دلوقتي. امتى مصر الطيران ان شاء الله يعني؟ انا بفتح الجورنان كده اشوف اي وظيفه او اي حاجه. بس هو للاسف انا اتخرجت قبل الكورونا بكام شهر، فالكورونا جت وقفت كل حاجه. فساعتها بقى دورت على حاجه اقدر اشتغل فيها مؤقتا، فكان ساعتها زي ما قلت لحضرتك على اللي هو ايسم ايجيبت. هو فكرته ان هو بيدي التجربه بتاعت الطيران، فانا قلت ان هو بدل ما اقعد في البيت وانسى الطيران وابقى برضه حاجه في نفس المجال وكده، ف يعني قدمت على شغل هناك والحمد لله يعني بشتغل فيه لغايه دلوقتي. عظيم جدا. نورين ما خفتيش ان انت لما تخلصي طيران؟ دايما في بعض المهن كده والوظائف بتكون محدوده شويه. ما خفتيش انك تاخدي التجربه دي وتلاقي ان ممكن لحد ما تشتغلي تاخدي وقت؟ لا
لا يعني انا بقول كل حاجه لا لا انا كنت انا بقول سيبها على الله كده وان شاء الله ربنا هيكرمك يعني صح كده وكل تاخيره فيه خير يعني فانا دايما بقعد اقول لنفسي كده ده كلام ماما ده ده لا لا ده كلام ماما ده بس ده اللي بيصبرك ان هي كانت بتخب على الحلو لا بالعكس والله بس ده خير طبعا الحمد لله طبعا طبعا انا ماما لا ماما بالعكس يعني هما في البيت يعني كانوا يفضلوا انه فاهم ان انا اتخرج واشتغل على طول بس يعني فاهم شايفينك ازاي دلوقتي يا نورين يعني شايفين بنتوتهم الصغيره اللي مره واحده بقت كابتن طيار كده يعني شعورهم ايه معاكي حاسين بايه بيكلموك يقولوا لك ايه لا دايما الحمد لله فخورين بيا برضو انا عايز اشكرهم لانه المصاريف الاكاديميه مش سهله انا عارف ان هي عاليه شويه بالظبط ولعلمك انا ما يعني هم عمرهم ما كلموني مثلا قالوا لي مش هنقدر ندخلك عشان مش على قد فلوسنا او حاجه زي كده بالعكس لا ده هم باعوا حاجات وظبطوا الدنيا لان دايما اهلي دايما بيربوني على فكره ان الحياه اختيارات بالظبط في اهالي بتنقي ان هي تشتري بيوت وعربيات وتديها لاولادها بعد كده وفي اهالي بتضطر ان هي تعيش على قدها بالظبط بالظبط فانا اهلي كانوا من اللي هم استثمروا في التعليم بتاع اولادهم فبالعكس يعني هم دايما مبسوطين يعني طول ما انا مبسوطه هم دايما بيبقوا مبسوطين يعني هم مثلا ما حسوني ان هو يعني لو انت قاعده في البيت مش عارفه ايه ده مش مقامك لا بالعكس دايما الاب والام كده يعني مضحيين دايما وبيضحوا على خاطر اولادهم من غير ما يحسسوا اولادهم باي حاجه صحيح طبعا تحياتنا لبابا وماما يعني ربنا يخليهم لك يا رب ان شاء الله ويفرحوا بيكي كمان ويشوفوكي اكبر كابتن طيار كده موجود في مصر الطيران باذن الله وكمان عروسه ان شاء الله قريب قولي حلمك ايه نفسك في ايه يعني انت اخذتي خطوه مهمه جدا في حياتك في وقت الحمد لله قصير مش كبير نفسك تعملي ايه بعد الفتره اللي جايه بس انا مش هتكلم عن نفسي طبعاً. انا بصراحه نفسي انه احنا عندنا حاجه في الطيران اسمها تايب ريتنج اللي هي بيبقى التدريب على الطراز الموجود في الشركه تمام فالشركات الخاصه للاسف مبلغها بيبقى عالي شويه غير المصاريف فانت كمان هتدفع تاني لو في شركه خاصه تمام فانا الفكره ان انا نفسي ان كل الناس اللي مش لاقيه يعني مش لاقيه شغل في مجال الطيران انه لو الشركات تقدر ان هي تعمل حاجه يعني زي ما تقول حل وسط يساعد الناس اللي هي مش لاقيه شغل لانه بتبقى حرام فاهم انك تدفع مبلغ كل ده وفي الاخر برده ما تشتغلش فدي ده اللي اتمناه طبعا طبعا الحاجه الثانيه يا رب اكون مصدر الهام لبنات كتير ان نفسها تحقق حلمها مش لازم حتى مجال الطيران بس اي مجال عامه يعني دايما بقول للناس انه خليكوا يعني طالما انت واثق من نفسك ان شاء الله هتعمل المستحيل يعني اكيد طبعا نورين يا شيكان دي النهارده نورتينا ميرسي وكنت معانا علشان تكوني يعني مصدر الهام وكمان نموذج ناجح لكل البنات بقى لنفسهم كمان يحققوا ذاتهم وطموحهم طبعا يعني عندنا هو اكبر يعني نموذج نجح معانا الحمد لله ربنا يحفظك يا نورين وائل اصغر كابتن طيار شكرا جدا ليكي نورتينا جدا يا جماعه والله يعني النهارده حلقه حلوه حلقه حلوه النهارده في كل حاجه يعني بعيدا بقى عن ماتش الاهلي والزمالك طبعا يعني هرجع اقول مبروك للاهلي تاني بس في الاخر خالص برضو يعني ختامها حلو الحمد لله مع الاصرار والحلم والنجاح والمثابره دايما هتوصل لحلمك كل واحد يحط قدامه هدف محدد ومع الوقت ومع دايما شغفك للحاجه دي هتوصلها ان شاء الله في يوم وليله احنا كده خلصنا اول ساعه معاكم من انبوكس وبعد الفاصل ان شاء الله انبوكس سبورتس خليكم معانا